بومي بلاي تايم او لعبة الهاجي واجي في لعبة جديدة يا جماعة بشكل مختلف. النهاردة هنجرب مع بعضينا. النهاردة يا جماعة نلعب لعبة الدب الشرير. تصبح اللايك الجميل وخلينا يا جماعة نبتدي ونشوف اللعبة دي هل هي فعلا عاملة زي لعبة الهاجي واجي ولا لا. طبعا يا جماعة بقولنا الدنيا زي المرجيحة يوم فوق ويوم تحت. يا ابني انت عرفتها اغنية. ماشي بعض الاوقات بتبقى سريعه وبعض الاوقات بتبقى بطيئه بس ما بتوقفش. يا سلام على الحكم بتاعتك. الدب ده يا جماعه شكله مغني مهرجانات واحنا ما نعرفش يا جماعه. من سنه يا جماعه واحد اسمه مايك دخل المتاهه ولقى زي سجن ومش عارف حشيل ايه واحط ايه. مين اللي يا جماعه اللي حيرك؟ والله ما لحقت اقراه. يا ريت اللي لحق يلحقنا في التعليقات ويترجم لنا يا جماعه. خلينا نقعد بقى نستكشف مع بعضينا. اوكي خلينا نشوف القوانين. ما نلمس الدب، ما نروحش المتاهه لوحدي، ما نمشيش في الضلمه. في صوت والله. ما تخشش. انت مجنون يا ابني. ما تجريش. يعني الدب ده لو لمسته هياكلني. اسمه بونسي بير. بيقول لي تقدر تطلع من المتاهه ابو اللزاريز. يا عم روح يا عم، يعني المفروض ما المسوش. طب انا لمسته. بس ممكن يا جماعه يقصد الصوره عادي بس الشخص نفسه ما نلمسوش. ايه كده اجهزه منوره يا جماعه بوجودكم؟ الوان غريبه بتدي قلاب في العين. يا لهوي على الشمس. ايه ده يا جماعه؟ انتوا مش معنى هنا عندكم مضلمه. اوه ده اسمه ايه؟ خلينا نشوف الكابتشن. يا لهوي في حاجات غريبه يا جماعه. اسمه مستر منى. مين ده؟ بياكل كل حاجه. بيقول لي بس انت لو مش عايز ناكلك يا ابو اللزاريز يعني ايه؟ ما تقوليش. ايه يا ابني في؟ استنى بقى عشان المتاهه دي يا جماعه محتاجه ظلافه. هي عموما يا جماعه الدنيا مضلمه بس حاولت افتحها عشان تقدروا تشوفوها وانا هحاول اقرب اكتر واكتر. انا موجود في النقطه الخضراء. هكمل طوالي يعني عندي في كام باب. اوكي يعني هنمشي. بصوا قدام قدام يعني في ثلاثه. لا مش ثلاثه قدام، اثنين قدام. بعد كده هنخش شمال في شمال. صح كده؟ اوكي يعني احنا مجرد ما نطلع من بوابه هنمشي. يا رب يا جماعه ما على ارض الواقع تبقى حاجه تانية وهنتكهرب. لا احنا دخلنا شمال هنكمل قدام للاخر ونخش شمال. اوكي يعني تقريبا وصلت المعلومه. يا رب بس ما كنتش ايه فهمت غلط. افتح يا وحوح. في حاجات غريبه وانوار مش طبيعيه. ما بتطمنش يا جماعه. اوكي يا رب نلاقي ان شاء الله المتاهه. قصدي المتاهه اللي هي باب الخروج. متاهه يا جدع انت كمان. يا حلاوه يا عيال على ارض الواقع. قفل الباب. استنى عمو. استنى عمو. ده المفروض مكان اللعب. ازيكم يا عيال عاملين ايه؟ يلا نروح نلعب ونرقص ونغني. يا رايق انت مين يا عم؟ مكان الالعاب هنا غريب. ده ايه الصوره دي؟ شفت اللي كانوا بيلعبوا يا جماعه هنا اتاكلوا. احنا قلنا ايه؟ نمشي اتنين قدام وهنمشي بقى كده شمال ولا هنكمل في الجزئيه دي؟ انا هشوف بس الدنيا بقت هص هص غريب. والمكان انا عايز استكشفه معاكم يا جماعه. نحاول نطلع ان شاء الله بالسلام. في كميه العاب هنا مش طبيعيه. طبعا ما اقدرش اجري، لو جريت هتمسك. فخلينا نكمل طيب في الجزئيه دي. والزباله دي غريبه. يبقى احنا قلنا نمشي واحده للشمال. شمال ايه؟ احنا نمشي. نسيت. الله عليك يا ابو اللجليج. طب لو جريت هتقفش؟ اذا المكان سد. الله. انا حاسس والله يا جماعه حاسس ان احنا كده ايه يعني محسودين. والله الوحش حسدنا. خلينا نكمل طيب ونخش البوابه اللي بعدها ان شاء الله تكون هي دي. ايوه يا جدعان كان في طريق بعد كده نخش شمال. يب هو الطريق المفتوح ده. بعد كده هنخش لمين صح؟ يا ريت لو غلط تصححوا لي يا جماعه. اوكي نكمل لمين بعد كده نعمل ايه؟ هندخل لمين ولا شمال؟ اوكي ايه ده انا جبت الخط النهائي؟ معقوله؟ لا انت بتهزر. المكان تحس انه مختلف. هو انا اصلا ما ينفعش اجري. بيقول لي ما تجريش. مش عارف مش بيخليني اجري اساسا. طب يا زكي ترى ما انت اصلا مانعني من الجري. بتقول لي ما تجريش؟ هو هبل وخلاص. خلينا نكمل. المتاع انا حاسس انا بدات اقرب شويه لخط النهايه. بس انت هتروح فين بعد كده؟ في اهو اهو البوابه يا جماعه. قلت لكم ايزي صح كده ولا انا لفيت في مكاني ولا ايه الكلام؟ في صوت وحش غريب. بعد كده في اضاءه. ها رقم اتنين. في ايه يا جماعه؟ هنا في باب خروج. باب الخروج من هنا. اوكي
تعمل زي ما احنا. قالت من بتاع منور كان شكله غريب. نفتح الباب، فين الباب كابتن؟ لا معقول ده كبير والله حد حساس يا جماعه، مش بتطمن له خالص الوحش الغريب ده. اوكي طب انت ليه حطيت لي بوابه خروج؟ زهان تاسس، مين ده؟ في ايه يا عم خضتني والله. الله مين ده؟ استنى ديدس، استنى اهو. طب انا ما ينفعش استنى عمو، استنى يا جدع استنى. الله ايه يا ابني، انت كان بقالك كام سنه ما شحنتش الصريخ؟ قال لك لما صدق اصرخ في وشه. هي بقى ده الحوار، يبقى احنا هنكمل طوالي. تمام يبقى في اتنين طوال. في يا جماعه عندنا زي طريقين ماشي. بص يا جدعان انا هوجع دماغي على ايه؟ المهم انا جبت الكاميرا صورتها على التليفون، وبصوا هنمشي على الخريطه اللي في التليفون ماشي. فانا هحاول اشيك كده ايه وامشي بالظبط زي ايه معمول. فخلينا ابدا بس اتحرك كده شويه عشان ماسك التليفون من الناحيه الثانيه. يا جدعان نفتح الباب ده، افتح كابتن، افتح باب الجيلة وعلى الجنان، افتح كابتن. ممتاز اهو طريق. خلينا نشوف الخريطه بتاعتنا. يبقى الخريطه بتاعتنا انا ما كنت موجود عند الطرف، فحمش هنا قدام. اوكي بص على الخريطه اللي عندي، بعد كده اهو المكان الضيق ده ممتاز. نعدي بقى يا معلم، بعد كده هيجي لنا مكان واسع. هنخش هنا شمال، ايوه عند اللعب هنا. احنا كده ماشيين بيرفكت والله، صح كده. بس الباب محطوط زي كانه بالجنب. اوكي كي هنمشي هنا. بعد كده يا جماعه هناخدها بقى ايه كلها المفروض الناحيه دي. ايوه صح كده، ايوه نكمل في الطريق. بعد كده هيبقى عندنا في ثواني، هنمشي كده بقى عندنا في اتنين لمين. يبقى احنا عندنا اول لمين هنفوته، بقى كلمين التاني. يبقى اول واحد ده مش هنيجي جنبه، التاني بقى اللي هنخش فيها زعيم وهنكمل طوالي. ايوه كمل كمل، ربنا يستر بس ما يطلعناش مقلب ولا حاجه ثانيه. يبقى حوار. ايوه طريق السد، احنا مش هنروح هنا، هنروح من الناحيه دي. اوكي المفروض هيقابلنا بقى كام بوابه؟ المفروض هيقابلنا فتحتين في الفتحه لا في الفتحه الثانيه. ده هيكون باب الخروج. اوكي يبقى دي اول فتحه، خليني القي نظره احتياطي. دي الاولى ماشي، يلا خلينا نكمل. شوف الثانيه، هي دي المفروض اللي هنخشها. المفروض في فتحتين عندها، وفي المفروض قدامنا يبقى في سد. بس بصوا يا جدعان عشان بس ارتاح شويه، خليني بس مكمل. المفروض قدامنا يبقى في سد، المفروض بحساباتي مظبوطه. ايوه انا كده ماشي بيرفكتو زي ما قلت لكم انا كده ايه. تمام خليني ارجع بقى بظهري، لف وارجع تاني. انت من فضلك ابو اللذيذ ارجع الى الخلف. فانا يا معلم بس كده نروح من الطريق ده. انا كده لو قدامي سد يبقى انا ماشي غلط، ولا هيبقى في البوابه؟ ممكن اخش من الفتحه دي كده. اوكي واكمل في الثانيه هنا كده يا جماعه. حرفيا المفروض نكون احنا عند البوابه، بوابه الخروج صح؟ انا ماشي صح والله، بوابه الخروج يا جماعه. طب انا جبتها المره فاتت كده. ده ماشي على الخريطه بالظبط. يا ابني انت عامل لنا تراب ولا ايه؟ بص بقى الرخامه في ايه؟ اللي هو الباب مش موجود اصلا، عامل لي باب الخروج ومنور لي بالاخضر. انا ماشي صح يا جماعه، يا ما فرت ما كنتش ماشي غلط، بس الفكره اللون نفسه بشع. دوس عليه والله ولا ينفع اداس عليه ولا المسه اصلا. بعد كده الوحش الرخم بيبدا يترزبن. طيب نكمل نكمل، مفيش الباب مش موجود. معقوله ممكن يكون باب مدفون في الحيطه يا جماعه؟ الفكره بقى في الوحش الرخم اللي بيبدا ينزل ويترزبن ده اللي مشكله بصراحه. الله يستر، يعني المفروض اما اشوفه اقف ولا اعمل ايه؟ فكر معاكم يا جماعه، فكروا معايا عشان انا محتاس بصراحه. اقف، خلينا نشوف الخريطه. الخريطه مفيش حاجه، كل البابين تقريبا متقفله. ده الباب الوحيد اللي عندي اللي ممكن يوديني باب الخروج. بس ثواني يا جدعان، هو في الخريطه اصلا ده هو اصلا سايبك كده بالحب يا زعيم. طب احنا لو رجعنا، الله يا جماعه احنا لازم نستكشف مع بعضينا. يب نستكشف نشوف فين باب الخروج. تمام انا هقعد دقيقه نخور في كل حته في المتاهه، ممكن على وعسى نلاقي البابا الاصلي نقدر نخرج منها. يا ترى يا ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك يا كابتن؟ سريع هتبقى مشكله احنا بس.
كترين. بص يا جماعة انا هغير الخطة اوكي، لان في حاجات احنا ما خدناش بالنا منها. لو جيتوا بصيتوا هنا، لا هنا فين؟ ثواني يا عام، هنا يا جماعة، هي مش باينة قوي. في وقت بيظهر فيه الكابتشن، يا سلام، ده تقريبا بيظهر في كل الاوقات. ولازم نشوف طريق تاني، يب في طريق تاني، وانا متاكد 100% باب الخروج. فانا معايا الخريطه، خليني استخدمها. بس هنشوف يا جدعان مكان الملاهي، لان اكيد حاطط لنا حاجه، فانا هقعد ادعبس. خلينا بس نشوف الخريطه، احنا ماشيين الاول مظبوط. اقفل يا معلم براحتك. طلع الصوت الجميل. 0210 اوكي كيكي 0210. خليني نكمل بقى طوالي، ثواني هنمشي طوالي طوالي طوالي. والله انا عندي احساس يا جماعه اللي هي الباب اللي في الوش، هبقى طوالي وانا هنحود وانا هنعمل. يبقى 0210 صح ولا انا غلطان يا جماعه؟ فكروني يا رب اكون مظبوط. كمل كمل كمل، هو الطريق زي ما احنا كده ان شاء الله نلاقي فيه البوابه. احنا شفنا الجنب الشمال تقريبا ما كانش فيه اي حاجه، فهو اكيد بقى الجنب اللي قدام ده، ولا قصدي المكان اللي قدام ده، هو ده اللي ان شاء الله نلاقي فيه الحاجه. فين فين؟ دور يا معلم. سد اوكي، ندور على بعضه. طيب اللي جنب ها اهو، قلت لكم يا جدعان في حاجة. والله بوابة الغريبة دي، في حاجة تانية هنا حواليها. هي اكيد هي يا جماعة، يب يا سلام، هي دي البوابة. ايوة كده يا معلم، خلص الكلام. وهيكون في بوابات تانية؟ لا ما اعتقدش، يب انا متأكد. شرشر يا جماعة 55%. بس عايز اعرف حاجة، هو لو جه يقدر بقى يخش علينا في البوابة؟ فكر العب معاه يا جماعة، ايه رأيكم؟ شوف المكان صغير قوي، فصعب قوي يقدر يقفشنا. ايه رايكم نعمل له تراب؟ تعال وحش ولا بتستاب ولا ولا وحش ولا وحش، تفضل. بقول لكم على حاجه، انا هستناه اول ما يجي كي يخش انا في مكان المحنده ده. وهو صوت البوابه عامل زي بابه النظر يا جماعه، يا لهوي صوت يخوف. اوكي ولا وحش، انت فين؟ طب هي فين الساعه؟ فين الساعه يا عم الوحش؟ انت كمان الفكره، انت مفيش ساعه حتى تبص فيها عشان تعرف هو هيطلع امتى ولا هيتراز من امتى. تمشي انت وظروفك، انت وحظك بقى، ترزبن في وشك، ترزبن في ضهرك، في اي مكان، المهم اللي هو يخضك وخلاص. ها يا لهوي على الخطه، الصوت نفسه يخوف يا جماعه. في هناك ممكن يجي جنبي. ها انا قاعد في ركن الهادي كده. تعالى زبادي، انت فين؟ انت فين؟ انا مش شايفه. نفسي يجي، تعالى الكابشن. مش كده، ما عنديش سبيد. معايا سبيد كان زمان ايه ظبطت التظبيطه الحلوه. طب نحاول نسحبه. ايوه خلاص، التاني جالي من الناحيه التانيه. يبقى باي باي عليك يا ابو اللجاليك. ولا وحش، انت فين يا عم؟ ممكن يكون موجود في مدينه الالعاب. الله يستر. بس شافني 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 البنك. ايه ده بنوكه سريع. انت جيت منين؟ نعم انا مش مستني حد ولا هعمل حاجه مع حد. 0210 اوكي، هو ده الكود يا جماعه اللي احنا ممكن نستخدمه. فخلينا نشوف، هل بقى المكان اللي احنا شفناه هو البوابه ده هنستخدم فيه الكود ولا هنعدي على طول؟ يلا 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 يلا، خلينا نكمل. اهم حاجه بس الكباتن يقعدوا براحتهم، ما يجوش دلوقتي، مش فاضيين لكم بصراحه. ويا ريت ما يجوا ما نشوفش وشهم تاني. الله يا جماعه. انا كده احسن لي كتير 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 كتير. انت رحت فين يا بوابه؟ حد واخيني معاكي ولا ايه؟ ايوه هانت هانت هانت. خش يا معلم. ايوه نكتب الكود زيرو. يا ابني امسح يا ابني، ايه الكلام ده كله؟ امسح 0210. يا رب يطلع مظبوط. يا سلام، ختمنا الجيم يا جماعه صح؟ وانا لسه ده لسه لسه همشي لسه همشي. وفي ايه الهبل ده؟ والله ما انا بتحرك يا جماعه، في حاجات بتكسر غريبه. اجري بسرعه 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 بسرعه. اللي هو بتكسر ايه؟ انت كمان. لا 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 يا ناوي. ازيك يا حمو الدب؟ خلصنا كده؟ هيرزبن نفسه ولا هيعمل ايه؟ انت ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ يبقى اكيد يا جماعه ينزل بجزء تاني. الله يستر علينا. اشوفكم على جاي فيديو جديد مع ستيوب جيمنج. يلا سلام.